بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وازداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. قال ابن جرير رحمه الله، يعني تعالى ذكره بقوله سأصليه سقر، سأورده بابا من أبواب جهنم اسمه سقر. لم يجر سقر لأنه اسم من أسماء جهنم، يعني ممنوع من الصرف يعني. وما أدراك ما سقر، يقول تعالى ذكره، أي شيء أدراك يا محمد، أي شيء سقر. ثم بين الله تعالى ذكره ما سقر، فقال هي نار لا تبقي من فيها حيا، ولا تذر من فيها ميتا، ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم. عن مجاهد قوله لا تبقي ولا تذر، لا تميت ولا تحيي. عن مرفد في قوله لا تبقي ولا تذر، قال لا تبقي منهم شيئا أن تأكلهم، فإذا خلقوا لها لا تذرهم حتى تأخذهم فتأكلهم. أعوذ بالله. لواحة للبشر، يعني جل ثناؤه مغيرة لبشر أهلها. قوله لواحة للبشر، يعني جل ثناؤه مغيرة لبشر أهلها. واللواحة من نعت سقر. عن مجاهد لواحة للبشر، قال الجلد. عن أبي رزين لواحة للبشر، قال تلفح الجلد لفحة، فثداؤه أشد سوادا من الليل. عن زيد بن أسلم لواحة للبشر، أي تلوح أجسادهم عليها. عن قتادة قوله لواحة للبشر، قال حراقة للجلد. عن ابن عباس لواحة للبشر، قال تحريق بشرة الإنسان. قال ابن زيد لواحة للبشر، قال تغير البشر، تحريق البشر. يقال قد لاحه استقباله السماء، يعني كونه يقف تحت السماء مباشرة تحت الشمس يلوح جلده، يعني يغيره. ثم قال النار تغير ألوانهم. النبي رزين لواحة للبشر، قال غيرت جلودهم فاسودت. عن الضحاك لواحة للبشر، يعني بشر الإنسان، تحريق بشره. عن ابن عباس في قوله لواحة للبشر، يقول معرضة
وأخشى أن يكون خبر علي بن أبي طلحة بن عباس هذا غلطا وأن يكون موضع معرضة مغيرة، لكن صحف فيه صحف فيه وذا ظاهر مغيرة عليها 19. يقول تعالى ذكر على سقر 19 من الخزنة، وذكر أن ذلك لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل ما حدثني به محمد بن سعد السند عن ابن عباس عليها 19 إلى قوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فلما سمع أبو جهل بذلك قال لقريش ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار 19؟ وأنتم ألدهم. وأنتم الدهم. يقول أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي أبا جهل فيأخذ بيده في بطحاء مكة فيقول له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فلما فعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل والله لا تفعل أنت وربك شيئا، فأخزاه الله يوم بدر. أولى لك فأولى يعني أولاك الله من العذاب. عن قتادة عليها 19 ذكر لنا أن أبا جهل حين أنزلت هذه الآية قال يا معشر قريش ما يستطيع كل عشرة منكم أن يغنموا واحدا من خزنة جهنم وأنتم الدهم. الدهم يعني العدد الكثير، وأنتم الدهم. فصاحبكم يحدثكم أن عليها 19. قال أبو جهل يخبركم محمد أن خزنة النار 19 وأنتم الدهم، ليجتمع كل عشرة على واحد. قال ابن زيد عليها 19 قال خزنتها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يقول تعالى ذكره وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، يقول لأبي جهل في قوله لقريش أما يستطيع كل عشرة منكم أن تغلب منها واحدة؟ فمن ذا يغلب خزنة النار وهم الملائكة؟ قال ابن زيد وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، قال ما جعلناهم رجالا فيأخذ كل رجل رجلا كما قال هذا. وقوله وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يقول وما جعلنا عدة هؤلاء الخزنة إلا فتنة للذين كفروا بالله من مشركي قريش. عن قتادة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا بلاء. وإنما جعل الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للذين كفروا لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه أنا أكفيكموهم. عن مجاهد قوله 19 قال جعلوا فتنة. قال أبو الأشد ابن الجمحي لا يبلغون رتوتي حتى أجهضهم عن جهنم. الرتوة هي الخطوة.
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يقول تعالى ذكره ليستيقن أهل التوراة والإنجيل حقيقة ما في كتبهم من الخبر عن عدة خزنة جهنم، إذ وافق ذلك ما أنزل الله في كتابه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وازداد الذين آمنوا إيمانا، قال وإنها في التوراة والإنجيل 19، فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. عن مجاهد ليستيقن الذين أوتوا الكتاب قال يجدونه مكتوبا عندهم عدة خزنة أهل النار، عدة خزنة أهل النار. عن قتادة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب يصدق القرآن الكتب التي كانت قبله فيها كلها التوراة والإنجيل أن خزنة النار 19. عن قتادة في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب قال ليستيقن أهل الكتاب حين وافق عدة خزنة النار ما في كتبهم، عن الضحاك قال عدة خزنة جهنم 19 في التوراة والإنجيل. قال المزيد في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أنك رسول الله، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال تعالى ذكره وليزداد الذين آمنوا بالله تصديقا إلى تصديقهم بالله ورسوله بتصديقهم بعدة خزنة جهنم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يقول ولا يشك أهل التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يقول تعالى ذكره وليقول الذين في قلوبهم مرض النفاق والكافرون بالله من مشركي قريش ماذا أراد الله بهذا مثلا. عن قتادة وليقول الذين في قلوبهم مرض قال نفاق. قال ابن زيد في قوله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا حتى يخوفنا بهؤلاء 19، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يقول تعالى ذكره كما أضل الله هؤلاء المنافقين والمشركين القائلين في خبر الله عن عدة خزنة جهنم، أي شيء أراد الله بهذا الخبر من المثل حتى يخوفنا بذكر عدتهم ويهتدي به المؤمنون فازدادوا بتصديقهم إلى إيمانهم إيمانا. كذلك يضل الله من يشاء من خلقه فيخذله عن إصابة الحق، ويهدي من يشاء منهم فيوفقه لإصابة الصواب. وما يعلم جنود ربك من كثرتهم إلا هو، يعني الله. قال قتادة وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي من كثرتهم. وقوله وما هي إلا ذكرى للبشر، يقول وما النار التي وصفتها إلا تذكرة ذكر بها البشر وهم بنو آدم. عن قتادة وما هي إلا ذكرى للبشر، قال النار. عن مجاهد وما هي إلا ذكرى للبشر، قال النار. نعوذ بالله من النار. والقول هذا واستغفر الله.